معلم على 20 يا كبير. مبروك الدوري. الله يبارك فيك. خلينا نخرج. مبسوط ها؟ كبير مبسوط. ابو برايد على معلم. انا فوق يا حبيبي. فينا يا ابو برايد. عليك اخذنا الدوري 32 مره. واللي ما يطول العناب ليش هو هذا عناب؟ هو دوري عناب؟ دوري ملوخيه. هذا دوري اخضر ملوخيه. ملوخيه طبعا دوري ملوخيه. طبعا ايوه هذا ملوخيه. هاي ملوخيه بالشارع. كل كل ابو رائد كل انسى. اصلا ما بحب الملوخيه نيه. بس ابو رائد جماعتي جميل اعطيها خش علي. جميل طبعا معي. ايش حكيت؟ طبعا معي ها ولا؟ طلعت معه. بصلاوي معي. يا عمي لا معك ولا معه، بحبش الجميد معي. مالك بلعتني خلاص انت حر. اي طابق معلم؟ تاسع. جم جم. على في ابراهيم. اهلا حكيم كيف حالك؟ نزلنا الطابق يا ابراهيم. على يهمك. هلا حكيم اكيد معنا اكيد بصلاوي. حكيم انت مين بتشجع؟ شكلك بصلاوي. بدل لا بالتنس. يعني مش معنا؟ لا والله مش معك. لا يا عمي بصلاوي مش مهتم في المباريات. دكتور شو لسه مسكر العياده اليوم؟ لا والله مش مسكرها بس في عندي عمليه بمستشفى. شو اللي بتوكله هذا انت؟ يا زلمه قول له قول له قول له قول له قول له للرجال قول له ليش بتفكر حالك احسن منه؟ والله عزيز طلع زي الخروف. يا ويلي مغص مغص يا الله بطني حكيم العقني حكيم مغص العقني بطني هاي اخرت اللي بتابع الدوري الاردني هاي